ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وفقرتنا دلوقتي عن هتبقى مرض او فقرتنا هتبقى عن عرض. فقرتنا الطبية النهاردة بنتكلم فيها عن مرض الخوف او القلق او التوتر. يمكن محدش فينا ممرش بالخوف او القلق او التوتر وخلاه مش قادر يعيش او يواصل حياته. جايز حد فينا لجأ لمتخصص، وده يمكن بعض الناس الواعيه اللي بتلجأ لمتخصصين وبتعتبر ان القلق والخوف والتوتر نوع من انواع المرض النفسي اللي يستحق ان احنا نروح فيه لدكتور نفسي. بعض الناس للاسف بتبقى عندها قصه ان انا ألجأ للدكتور النفسي دي يعني عيب وما يصحش، وازاي هو انا مجنون؟ اعتقد ان المرض النفسي دلوقتي بقى زيه زي المرض العضوي، ولازم يكون عندنا وعي ان انا لما يكون عندي حاجه قلقاني او حاجه تعباني لازم اروح لدكتور علشان يساعدني. القلق بيخلينا مش قادرين نكمل حياتنا، القلق ممكن يخلينا مش عارفين نقدر ان احنا نستمر في ان احنا نعيش ونمارس حياتنا بصوره طبيعيه. جايز في بعض الاحيان يمكن في حاجات كتيره جدا ممكن يوصل بينا انه يتحول لمرض عضوي، وابص الاقي نفسي انا من جوايا لا انا يا جماعه انا موجوع في حاجه معينه، ويكون اساسها لا ده مرض نفسي بس انت اللي اهملته وانت اللي خليت نفسك توصل بنفسك للسكه دي. النهارده هنتكلم باستفاضه عن القلق وازاي اتخلص منه مع دكتور فادي صفوت اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. منورنا النهارده يا دكتور. نورك، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا داخلين على 2020 دلوقتي، وحضرتك طيب بالصحه والسلامه يا رب كده ان شاء الله، يعني تبقى سنه سعيده علينا وعلى كل الساده المشاهدين. القلق والتوتر بيخلينا فعلا ما نقدرش ان احنا نعيش حياتنا حقيقي. بيخلينا مش عارفين نمارس يومنا بصوره طبيعيه. ازاي او عايزه اعرف يعني ايه قلق، يعني ايه خوف، يعني ايه توتر؟ طيب اول حاجه عايزين نفرق بين القلق والخوف. تفتكري انهي ليه فايده اكتر، القلق ولا الخوف؟ ليه فايده ولا ليه ضرر؟ ليه فايده، هما الاثنين يعتبر ضارين، بس انهي يكون ليه فايده او ليه معنى شويه؟ يمكن ان انا اقلق ان انا مثلا يعني بعض الحاجات ان انا ابقى قلقانه مثلا من دخول الامتحان، او خايفه ان انا مثلا احل مثلا وحش، فده ممكن يخليني ده نوع من انواع الخوف المحمود او ممكن نسميها كده. بس هو مبدئيا كده فرق من الخوف والقلق. الخوف انا خايف من حاجه محدده، حاجه انا مخوفاني، حاجه ممكن اتعرضت لها قبل كده اهوت، فعشان كده عندي خوف، عندي تجربه معينه سيئه معاها فانا خايف منها. لكن القلق هو شعور مبهم كده اهوت، مش ملوش ملامح، انا خايف من في المجمل، قلقان من المجمل، مفيش حاجه معينه. فالصح الهدفنا احنا كطب نفسي او كعلاج ان احنا بنحاول القلق ده على الاقل الخوف نعرف انت قلقان من ايه وخايف من ايه، ساعتها نعرف نعالجه، وحتى الخوف ده نعرف نتحكم فيه. تمام. القلق ملوش اي معنى او ملوش هدف في الحياه. يعني تقصد حضرتك ان هو اصلا ملوش سبب، انا قلقان بدون هدف او قلقان هو انا ما عنديش كده. انت طب انت متضايق، متضايق ايه؟ ما اعرفش، انا قلقان، قلبي بيومض، في حاجه انا قلبي مضغوط، انا مش عارف، في حاجه غلط ومش حاسس ان انا مرتاح. بالظبط. فانت كونك انك مش عارف المشكله فين دي اكبر مشكله. تمام. فاحنا اكبر حاجه عايزين نتعلم نعملها مع بعض ان احنا نكتشف ايه اللي كان بتعبنا وايه اللي مزعلنا، ايه اللي جوايا دوت، المشاعر عندي جايه منين، نبع منين. فانا اكتشف الموضوع ده مع نفسي، ده اللي هيفرق معايا جدا في العلاج. يبقى انا لازم ادور من البدايه على السبب اللي مخليني خايف حقيقي او قلقان. لو لقيت ان انا ما عنديش سبب يبقى انا كده خلاص اقنع نفسي ان انا ما عنديش مبرر للقلق ده حقيقي. واحاول ان انا اقول لنفسي لا اهدى، انت ما فيش مبرر اللي انت بتعمله ده. بالظبط. طيب انا عايز اعرف بقى ايه الاعراض. يعني انا دلوقتي شايف قدامي بني ادم حاسس ان هو خايف او قلقان، ازاي اكتشف ده وممكن يكون هو مش باين عليه الاعراض دي؟ ازاي اقدر ان انا المح دي؟ طيب هي بتفرق من واحد للتاني. يعني في كده في الطب حضرتك عارفه طبعا، في ممكن مرض يجي لواحد او يجي لعشرة مختلفين، كل واحد يجيله بشكل مختلف. بالظبط. لان كل واحد جسمه مختلف، البيولوجيا بتاعته، طريقه استقباله للمرض مختلفه. بالزبط. فبالتالي هيظهرها بشكل مختلف، بشكل واضح واقوى. يعني في ناس قلق بالنسبه لهم يجي مثلا قلبهم بينبض جامد كده، في تمام، يحس برفرفه في قلبه كده شويه، في حد ممكن يحس ايده بتترعش شويه، في حد بيحس ان هم مش عارف ينام، في حد بيقول مثلا ماليش نفس اكل، عرقان عرقان، بحس كده بتنشنه، حاسس يعني مش قادر استمتع بحاجه، بحس ان هو مثلا في ناس بقى لما يكون ستريس قوي قوي ممكن ياثر على جسمه في كل حاجه تانية، ممكن يجيله مغص، ممكن يجيله صداع مش مفهوم،
صداع كده او ده بقى اللي بيتحول بيه الى 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 عرض جسدي, فبيبقى قدامه خلاص انا ما عنديش حل بقى, انا بطني توجعني, انا عندي صداع. ساعتها بيروح دكتور بطنه قبل ما يروح الدكتور النفسي. لا ما ده شيء طبيعي, هيلجا للدكتور التاني قبل ما يلجا للدكتور النفسي. لازم ياخد لفه كده, لازم ياخد اللفه وبعدين يوصل لايدين واحد دكتور ابن حلال يبعته للدكتور النفسي. بالظبط كده. طيب اتمنى اللفه بس نقصرها شويه او ياخد مره طريقه من اصلا. بس هو دي مشكله بطن عندنا دايما, او تمام. الطب ذات نفسه المفروض يبقى فيه اويرنس اكتر في حته المرض النفسي. اوكي. فالقلق زي ما قلنا بيطلع في كل شكل وكل واحد بالاستعداد الوراثي بتاعه. يعني في نظريه بتقول ايه, انا يعني انا مثلا عندي قابليه اكتر يجي لي امراض قلب. أوكي. فاول حاجه هيجي لما اقلق كاني عندي مرض قلب هيظهر. يبقى ده بسرع بظهور المرض. بالظبط. يبقى انا عندي اصلا من البدايه قابليه الظهور للمرض ده في الحته دي, في الحته دي. فاول ما ابتدي اقلق واخاف يبقى اول حاجه هتظهر عندي هو المرض ده. في ناس بيجي لهم مثلا شعرهم بيقع, في ناس بيجي لهم مشاكل في الجهاز الهضمي, في مشاكل في الجسم كلها عامه. ففي كان كلام بيقول لك 40% من الامراض نفسي. ما هي ده يعني كتاب البطن ده كان 40 كان 40%. وطبعا جلديه يعني ده كتير, يعني بالظبط كده. دلوقتي ببص الاقي مثلا طالبه وقت الامتحانات ممكن توصل العياده بان هي مقطعه شعرها, ده مجرد ان هي قلقانه وخايفه. فتقول لك مثلا الام جايباها, طب انت عندك توتر, طب انت لا عندك قلق, ممكن تتجنب الموضوع ده تماما, كلي وتغذي كويس عشان شعرك ما يقعش. وبرده بتبقى مش مرجعاها للموضوع ده. يعني بطريقه النصح بالطريقه دي متعبه اكتر, ان انا قلقان انت كده ما ساعدتنيش, فكده بتزود عليا قلق. انت يعني حد قلقان انا اتعلمت الموضوع دوت, ما تقولوش انك قلقان, ما تقولوش انا شايفك قلقان, ايه ده, ده كان الناس كمان شايفاني قلقان فهلق اكتر. فانا هو يا جماعه هو انا في حاجه, هو انا عندي مشكله, هتكلم معاه اهديه واتعامل معاه بشكل عادي, هو لوحده بيهدى كده. ده الصح في التعامل في الموضوع ده. وممكن اخده في سكه تانية خالص, ان انا اقدر اعالجه بطريقه ما, ان انا يعني احاول ان انا الهيه عن القلق اللي هو فيه. بدي طريقه اخرى برضه الدايفرجن دوت, وده حاجه محترمه جدا طبعا. تمام. طب كان في كده مقوله عندنا بيقول لك ايه, كان في حضرتك تعرفي فيلم اباوت تايم, كان فيلم اباوت تايم لذيذ كده دوت. يعني كان بيقول مقوله على القلق, القلق الحل مشكله كانك بتاكل لبان وعايز تحل مساله حساب. انت عمال بتبذل مجهود فعلا عن تاكل لبان, اللي هو المضغ بقى بشده جدا, بس انت متوقع ده يحل مشكله, ما بيحلش مشكله خالص. يعني تقصد ان حضرتك هو بيفرغ طاقه التوتر بان هو بيمضغ اللبان. بس هو دلوقتي كده مش قادر ان هو يوصل لحل المشكله او المساله الحسابيه اللي في ايده. هو ما عملش حاجه, هو ما مسكش قلم, ما جابش كالكوليتور, ما عملش اي خطوه حقيقيه لحل المشكله. بس هو حاسس هو بيبذل مجهود وبيقنع نفسه بيبذل مجهود, ان هو بيقعد يفكر في المشكله كتير. هي دي فكره الانزايتي. انا كده دلوقتي انا بفكر في المشكله اكتر ما انا بدور على حلها. بالظبط. يعني انا مقوقع نفسي في ان انا دلوقتي بفكر فيها بس. لا للاسف. طيب امتى اخد المريض ده من ايده, او ان انا خلاص انا اكتشفت دلوقتي ان حد عنده المرض ده, او ان انا شايفه ان هو قلقان, امتى اخده من ايده واقول له انت محتاج تروح لدكتور نفسي؟ هو كل واحد عارف نفسه في النقطه دي اعتقد. تمام. يعني في بالذات في القلق الاغلب المريض بيجي من نفسه, هو في مشكله وتعباه وحاسس ان مأثره على حياته, فهو بيسعى للعلاج. بس انا لو حاسس شاكك حد عنده قلق, بلاقي ان هو مثلا مش قادر يستمتع بحياته, على طول متوتر, على طول بيعرق, على طول مش مركز, بينسى كتير. أوكي. لان هو زي ما تقول مخه كل الريسورسز اللي متبرمج على ان هو بيفكر في المشكله دي بس, ومش قادر يعيش حياته بصوره طبيعيه. بالظبط. طاقه مهدره في حياته كده في موضوع التفكير دوت, والاوفر ثينكينج, ومش عارف ينام, وحياته متلخبطه, وشغله متاثر في الموضوع ده, وعلاقاته متاثره. ساعتها النصيحه انك تقابل طبيب نفسي مؤهل, ده اللي بيفرق فعلا. بالظبط. طيب جال حضرتك في العياده وابتدى دلوقتي ان هو يقول لك انا بشتكي ان انا عندي توتر وخايف. تمام. طيب حضرتك بقى بتقدر تساله ايه نوع الاسئله اللي حضرتك بتسالها له علشان تعرف اذا كان فعلا الشخص ده عنده الانكزايتي او التوتر ده ازاي؟ عندنا احنا يعني احنا عشان دكاتره ماشيين بقى بالجايد لاينز وكده اهوت, اكيد في حاجات سيستماتيك كده بتبقى ماشيه, ان هي بتبقى ماشيه واحده 2 3. بالظبط. فاول حاجه عندنا بنستخدم سايكولوجيست, يكون عندنا مثلا بيعمل ابحاث نفسيه مخصوصه, مش حاجات بتاعت الفيسبوك دي, حاجات واضحه وصريحه ونتائجها بتساعدنا نوصل لتشخيص. تاني حاجه بنمشي بالاعراض وبنحل الاعراض فعلا. بالظبط. وبنحل التاريخ الاسري والتاريخ الشخصي بتاعه, ناخد يعني فول شيت حقيقي عشان نوصل لاصل المشكله. يعني اقصد انا باخد منه تاريخه المرضي كله لنفسه ولاسرته. ومثلا مشاكل اللي عنده مشاكل بطنيه, يعني في امراض بطنيه تبان كانها نفسيه. بالظبط. والعكس. فاحنا لازم يعني عشان كده لازم تروح لدكتور مش اي حد في النقطه دي. هو ممكن الاهل يكونوا سبب في وقت من الاوقات ان هم باين على ابنهم او بنتهم اعراض القلق دي, يكونوا هم الاصل في السبب ده. بصي انا ما بحبش حته القاء اللوم على الاهل وكده, انا سواء انا
الظروف جات لي بره بشكل ازاي، في الاخر انا مسؤول عن نفسي. انا لو فتحت الشباك دلوقتي مثلا والدنيا عفره بره، فالدنيا اتعفرت تمام، انا الاوضه بتاعتي باظت او اتملت تراب، سواء انا اللي فتحت الشباك او حد تاني فتح لي الشباك، انا كده ملزم بس انظف. بس في الاخر انا خلاص العرض بقى موجود عندي وانا مضطر اتعامل معاه. انا المفروض بقى انظف الاوضه بتاعتي وانا اشيل التراب دوت، لان يعني ما استناش واقول انا اهلي هم اللي عملوا وسووا، حته انا اقل لهم مين عمل ومين سوى، مش ده الهدف دلوقتي. مش ده الهدف، هدف دلوقتي ان انا انقذ المشكله واوقف المشاكل عندي اول باول، ده الصح. تمام. طيب احنا كده برضو كمان يعني ممكن نوجه دعوه برضو للاباء والامهات، ان احنا برضو يا نلاحظ بسرعه اعراض دي على حد معانا في البيت، او بمعنى اصح نشوف احنا كمان بنتصرف ازاي علشان خاطر يبقى ما نكونش احنا كمان سبب. ده حقيقي. تمام. يعني الاهالي طبعا جزء في المشكله، بس احنا برضو عشان كده نعمل حملات توعيه للاهالي والاطفال. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اوصل لحل، هل فعلا الحل السايكولوجي او الحل اللي هو بمعنى اصح النفسي بيبقى لوحده كفايه، ولا امتى بلجا ان انا ادي للمريض ده دواء اقول له لا انت محتاج دواء مع العلاج النفسي؟ تمام. هو الادويه ده سلاح من الاسلحه اللي عند الدكتور، مش كل مريض عنده قلق بيحتاج الدواء دوت، ولو انا خدت الدواء ده مش حاجه عيب او حاجه غلط، ممكن الموضوع ده ينفعك جدا، بس اهم حاجه يكون تحت اشراف طبي حقيقي. تمام. ما اخدش دواء من نفسي، ولو خدت دواء ما بطلوش من نفسي والكلام دوت، ده اللي بيعمل مشاكل. لكن الدواء ذات نفسه حاجه كويسه جدا وحاجه محترمه جدا. في عندي اساليب مختلفه تانية زي العلاج الجدل السلوكي مثلا، زي الجلسات النفسيه اللي بعملها مع مريض مع الطبيب المؤهل اللي واخد شهادات في الموضوع دوت. بالظبط. تاني حاجه في جروبات العلاجيه بنقعد مع بعض نتكلم فيها، دي لقيت تاثيرها قوي جدا. احنا عملنا ابحاث بقى وبنتكلم، يعني مش مثلا بحث وكده. انا يمكن عايزه اتكلم فعلا عن نقطه الجروبات، لان نقطه الجروبات دي مهمه جدا جدا جدا، واعتقد ان هي بتجيب نتيجه اسرع من ان انا اعالج المريض لوحده. يمكن انا معلومتي فعلا. لا ده حقيقي فعلا. يعني هل حقيقي ولا لا؟ يعني احنا دكاتره مش اي حاجه، احنا ماشيين بسيستميك ريفيوز، بنعمل ابحاث حقيقيه على الاف الالافات المرضى والافات الافات الابحاث عشان نقول حاجه فلانيه دي ناجحه ولا لا، عشان ما نقولش اي كلام بقى اللي هو بيطلع في الجرايد. لا احنا ماشيين فعلا بكلام سيستميك. فلما بحثنا الاف المرات على في كل الدول مش في مصر بس. تمام. لان الجروبات دي بتعمل نتيجه قويه حقيقيه، وبرده اللي هو العلاج الشخصي مع بالسيستم بروجرام اللي هو للمريض لوحده او موجود مع جروب تاني بتعالج معاه. لقينا حاجه، انت عارفه ان هو في المرض يعني في سواء اكتئاب او قلق او حاجه زي كده بيحصل تغييرات حقيقيه في المخ. يعني اكيد لو عملنا اللي هو الام ار اي اللي هو الرنين المغناطيسي على المخ، لقينا فيه تغيرات حقيقيه فعلا، ظهر في بعض الاونه الاخيره يمكن صور على السوشيال ميديا حقيقي. بتبين بعض النقاط المضيئه وبعض النقاط الضلمه اللي كانت موجوده في الام ار اي اللي هو الاشعه او الرنين المغناطيسي على المخ، وابتدت فعلا تقول ان في بعض البؤر اللي فعلا ضلمت بسبب الاكتئاب حقيقي. هل فعلا ده صح؟ ده حقيقي، ان هو المخ زي بيعمل ايه الاوفر ثينكينج دوت، التفكير الكتير متعب المخ، فهو المخ يعتبر بيعمل شوت داون لوحده، بيقلل كده التفكير كده، عشان كل ما افكر كتير بتعب، فانا بريح نفسي انا كمخ واقفل التفكير دوت. فلقينا حاجه عظيمه جدا. لما عملنا ام ار ايز ثانيه للرنين المغناطيسي للمرضى بعد العلاج النفسي سواء بالادويه او بالعلاج ال 1 تو 1 دوت مع الدكتور، لقينا النتائج اتغيرت تماما. يعني المخ رجع ينور تاني زي الاول واكتر كمان. يعني بالفعل العلاجات بقت بتجيب نتيجه، سواء كانت علاجات طبيه او علاجات سلوكيه او علاجات نفسيه. وكل ده يعتبر طبيا ما دام تبع طبيب مؤهل، فهي فعلا طبيه حقيقيه فعلا. تمام. وإفيدنس بيز. انا دلوقتي خلاص انا داخله على سنه جديده، وان شاء الله باذن الله هتكون يعني سنه جديده وسعيده علينا كلنا ان شاء الله. مش عايزه اقول بقى ان المريض اللي مريض بالقلق والتوتر، كلنا عندنا القلق وعندنا التوتر سواء كان وصل بينا لمرحله مرضيه او لا. عايزه يعني من حضرتك كده يعني زي روشتة او نصايح ونستفيد بيها بقى براحتنا كده، نقول للناس ندخل ازاي على سنه جديده واحنا متخلصين من كل ألمنا وتوترنا، ولو حاجه مضايقانا ازاي اقدر اتخلص منها. صحيح. طيب مبدئيا كل سنه واحنا طيبين كلنا. احنا طيبين يا رب وبصحه وسلامه. في رايين في الطب النفسي في الموضوع ده في المجال عندنا. في راي بيقول احنا اصلا مش محتاجين السنه، نستنى السنه الجديده تبدا عشان نتغير. اللي عايز يتغير يتغير دلوقتي النهارده هير اند ناو، مش لازم استنى حاجه معينه تحصل عشان اتغير. يمكن بيحصل فعلا ان بعض الطلبه وبعض الناس انا عايزه، طب انا هبتدي مذاكره بس كمان معلش ما عند تمام الساعه، لما تيجي الساعه 12 بالظبط تيجي الساعه 12 ودقيقه لا ودقيقة انا لا لا لا, لا, لا انا هستنى الساعه 1 انام بقى عشان ابدا يعني صح، يعني ابدا صح بقى والمذاكره صح. برضو نفس القصه، انا هبتدي دايت بس ان شاء الله مع واحد واحد هبطل سجاير ان شاء الله باذن الله على السنه الجديده كده. يعني نيو 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 ريزولوشنز ان هو اخد قرارات هبداها في اول سنه.
في الغالب بره الناس بتعمل بالطريقه دوت، يعني مثلا تيجي مثلا جايه ترجع نفس القرارات عشان ما عملتش حاجه فعلا. بالظبط، وداي جدا واستنى التايم تاني عشان انا ما خدتش خطوات حقيقيه. بالظبط، انا خدت مثلا انا هخس 10 كيلو السنه الجايه. طب انت هتعمل ايه طب عشان تخس 10 كيلو؟ طب انت بدات هتعمل دايت، اشتركت في جيم، رحت للبيرسونال ترينر، عملت اي حاجه عشان توصل للموضوع ده ولا خدت قرار؟ وده المهم. لا انا خدت انا اتمنيت، هي كلها طموحات واماني بقى، فاهم؟ هقعد اتمنى وكده وربنا يسهل. او دفعت اشتراك الجيم وده كفايه. كان اروح كمان وكمان يعني دفعت اشتراك الجيم واروح، فايه ده كتير. فانا قصدي ففي سكه انا يعني ابدا دلوقتي، بس انا لو هبدا فكره ان هبدا اللي هو بيوم مؤجل ومثلا ليكم واحد واحد في السنه الجديده وابدا، اول حاجه لازم يعني انسى كل حاجه ورا وامتد لما هو امام. افكر هبدا السنه الجايه كده ازاي وانسى كل حاجه، اي تركه اي ميراث من الالم انا واخده قبل كده اسيبه ورايا. بس ابتدي دلوقتي ولا دلوقتي؟ فعلا استنى زي الميعاد اللي انا محدده لنفسي؟ انا افضل دلوقتي. بس في ناس لو تفضل في السنه الجديده ليكن سنه جديده. بس امشي بخطوات واضحه وصريحه، يعني اكتب كده بوينتس كده وحاجات ايه نقدر نتحسن فيها، نقط كده. انا مثلا في شهر واحد هعمل كذا، شهر اثنين هعمل كذا. تمام. وحاسب نفسك كل شهر عملت قد ايه النقط اللي انت كنت متخيلها دي. تمام. ساعتها تحاسب. تاني حاجه يعني فكر برضو قبل ما السنه تخلص، احنا دايما نفكر ايه عايزين ايه من السنه الجايه. طب السنه اللي فاتت دي كام حاجه مشيت صح؟ قصه ان انا احط لنفسي اهداف او اكتبها في ورقه واقول انا السنه اللي جايه عايز اعمل واحد واثنين وثلاثه، هل ده فعلا حاجه كويسه ان انا فعلا اكتبها في ورقه وابص فيها بتجيب فعلا نتيجه ان انا عايز احققها ولا لا؟ كمان عشان يبقى في جيبك على طول. تمام. اوكي، كل حد ليه اسلوب معين وطريقه معينه في الوصول للبوينتس بتاعته، بس اهم حاجه ما تسيبهاش عارف سداح مداحك دوت زي ما تيجي تيجي، ده اللي بيسوف الامور. يعني هل تقصد ان انا حضرتك ان انا احط لها خطه زمنيه محدده؟ خطه زمنيه واضحه وصريحه. وانت يعني افرض مثلا عملت 9 من 10، عملت حتى 5 من 10، ماشي ما حدش بيحاسبك يعني، دي هدفك انت وانت بتجري فيها. ما حدش هيقول انت ما عملتش كذا ليه؟ يعني وممكن اكون انا مش قادر ان انا احققه. في ناس عارف انت لو عملت هدف حتى من 10 بتوعك حلو قوي. تمام. انت على الاقل ماشي صح، على الاقل مش بترجع ورا. ده اللي بفكر فيه. حتى لو في اخطاء في السنه فاتت سامح نفسك وسامح الاذاك وفكر في السنه الجديده. لو انت وعندك حاجات كتير حلوه اكيد مشيت في السنه فاتت دي، بس انت بتركز على السيء او بتركز على الفشلات او المشاكل اللي حصلت، لا ركز على افتكر كل حاجه حلوه حصلت واشكر ربنا عليها، واشكر ربنا يزودها لك بقى السنه الجايه. ده اللي يعني ابتدي فعلا افعل قانون الجذب زي ما بيقولوا، اللي هو انا هبقى كويس. ماشي حته قانون الجذب دي قوي بس ماشي يعني. ماشي يعني اقصد ان انا دلوقتي اقول لنفسي انا كويس، انا هبقى كويس، انا هعمل، وبالفعل ابتدي خطوات في ان انا اعمل. بالظبط، بس خطوات حقيقيه مش ايه وانا نايم على السرير كده اتمنى واحلم وعارفه اللي هو الفانتزيز بقى اللي بعيشها. بالظبط، ان انا طيب سقف التوقعات بتاعي، هل فعلا انا لازم احط حاجات فعلا انا قادر ان انا اعملها، ولا احلم واسيب لنفسي الحلم ان انا احلم براحتي؟ تحلم براحتك، بس الحلم اللي براحتك ده يكون لي شايف له خطه توصل لها. تمام. مش حلم كده في المطلق انا هبقى مش عارف اروح ناسا. طب انت يعني يعني مثلا انا يا جماعه انا انا هبقى رائد فضاء السنه اللي جايه، ما انا لازم احط احلام واقعيه يا جماعه برضو عشان خاطر تقدر تحققها. يعني ممكن تبقى تروح ناسا، بس انت عملت اي خطوه او في طريقه شايفها توصلك الموضوع ده حتى لو من بعيد؟ او على كده حلم وخلاص كده، انا فعلا دراستي هتوصلني لناسا في الاخر. تمام. فانت امشي يعني على لو انت هتروح عايز تروح ناسا، سخر كل مجهودك وطاقتك انك توصل لناسا فعلا. تمام. في حاجه تانية ممكن ان انا اقدر اعملها؟ يعني ايه برضو اكيد في حاجات ان انا اقدر ان انا اشيل المشاعر السلبيه لو هي موجوده اوريدي عندي بالفعل. اشيلها ازاي؟ انا خلاص انا عندي مشكله كنت مرتبط بواحده بحبها وسابتني، يعني فقد عزيز علي اب او ام، بتبقى مشاعر خلاص غصب عني وانا اتحطيت فيها. بقول لنفسي ايه؟ بتعامل مع نفسي ازاي عشان خاطر ابتدي سنه جديده وانا ناسي كل المشاعر السلبيه دي؟ طيب المشاعر السلبيه دي لازم اول حاجه اقدر وجودها، اكنولدج انها موجوده حقيقيه. ما ينفعش مش هضحك على نفسي اقول انا مش زعلان انا مش متضايق. ده فعلا ادي الحزن وقته ومجهوده. يعني في مقوله كده ان يعني كل حزن يستاهل يتسمع، كل الم يستاهل انه يتسمع. بس بعد كده مش هخلي الالم ده هو اللي يتحكم في حياتي، انا اللي بتحكم في حياتي وانا باخد القرارات اللي توصلني لاي طريقه انا عايز اوصل لها في حياتي. ما اخليش حد، ما اخليش مثلا مشاعر هي اللي بتسوقني، لان ممكن المشاعر اللي بتسوقني دي كاني راكب عربيه بيسوقها حصان وحصان بيجري بيا. لازم اتحكم انا، لازم اكون انا في ايدي اللجام وانا بتحكم فيه اروح يمين او شمال، دي بتاعتي انا. يمكن باخد من كلام حضرتك دلوقتي وبقول احنا دلوقتي اسياد قراراتنا واسياد نفسنا، محدش هيقدر ياخد تجربتك غيرك، ومحدش هيقدر ان هو
يعرف دواك غيرك. أنا يعني بقول لكل الناس يا جماعة، الدكتور النفسي مش بعبع ومش ضرر ليك أبدا إنك أنت تروح وتلجأ لدكتور نفسي علشان يقدر إن هو يساعدك. دايما بص لنص الكوباية المليان، مفيش في الدنيا شر مطلق أو خير مطلق، مفيش في الدنيا طول الوقت أنت زعلان ومفيش في الدنيا حاجة اسمها طول الوقت أنت فرحان. دايما بص لنص الكوباية المليان في كل حاجة بتحصل لك. أنا هقول لنفسي من جوايا أنا هبتدي سنة جديدة بنفسية صافية، بنفسية يعني هكون فيها قادر إن أنا أكون نافع لنفسي ونافع للمجتمع اللي حواليا، علشان أقدر أكون عايش على الأقل بصورة صحية. أنا في نهاية الفقرة بحب أشكر حضرتك دكتور فادي صفوت، الأخصائي النفسي ومعالج الإدمان. إن شاء الله بإذن الله دي طبعا آخر سنة في سنة 2019، الحلقة الجاية بتاعتنا هتكون في سنة 2020. عايزين نبتديها بتفاؤل، عايزين نبتديها بسعادة. كن طبيب نفسك، كن أنت نفسك علشان تبقى عايش بصورة صحية وبصورة سليمة. خلوني أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب سنة جديدة سعيدة علينا كلنا ومليانة فرح وسعادة، ويا رب 2020 أحلى من 2019. كنت معاكم النهاردة إيمان عزيزة وسكة السلامة، انتظروني الحلقة الجاية.